شو يا ابن جوزة؟ خفي صوتك بالليل إذا بدك، خلص. وإن شاء الله بدك تنام هون بالصالون؟ ما بدك ياني نام لك بالطريق؟ وهيك رح تقضيها بالاسم نام بأوضتك، عندك بالبيت أوضتين وبكل أوضة في ست؟ هجروني من أوضتي. مين هجرك؟ الحريمز. الحريمز؟ إيه أنا ما بعرف حبيبي، روح فتش على محل تاني، أنا ما بعرف نام مع حدا. لك بتركي الفرشة هون، شو بدك يعني حطوا بخيمة قدام الباب واسكن فيها؟ وهيك رح تقضيها بالاسم مجوز وبالواقع متشرد؟ شو بعمل لي؟ إذا الله بلاني باثنين، قوت كل واحدة فيهم 54 حصان. لو كنت رجال، ليش أنت منك قوي حبيبي؟ ولك لو كنت رجال كنت بتفرض نفسك على الكل. أفرض نفسي على الكل؟ إيه؟ وعيد الله، إذا عليك ما عارفين أفرض شخصيتي ونفسي، كيف بتفرض شخصيتي عليهم؟ لأنك جبان وما عم تعرف تطالب بحقك. خالتي؟ هتسكتي ولا بهجرك على المطبخ مثل ما هجروني على الصالون؟ تستاهل تستاهل خرجك اكثر من هيك اخرجك، انت مانك قوي الا علي يا ابراهيم. ايه روح نامي روح نامي روح نامي. معقول تحكي القاضي عزول؟ انا بدي انت خلص خلص نامي خلص بهدل حر انا اتبهدل. خالتي 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 نمتي؟ لك يكون عندك ذوق ردي. لك انت يكون عندك ذوق واسكت. يعني عيونك شو قوية؟ يعني عيونك شو قوية؟ تسكت ولا بقوم بحمل لك ومسكتك برا ها؟ لك شو شو عم تقوى علي؟ لا بدي عم اسألك سؤال انا. تفضل. قوم هذا بدي اسألك سؤال. تفضل سأل. ايه؟ غلطي؟ نعم. شو بعمل؟ يعني عادة الرجال شو بيعمل حتى يخلي مرته هيك تغار عليه؟ وريح عليك يا ابن جوزي اخذ مر نسوان اثنين. ما بتعرف تخلي المرة تغار؟ لو كنت بعرف خليها تغار كنت ببلي حالي باثنين. هلا شو بتريد؟ لا ماشي بس يعني يمكن لاني انا عم بحكيهم بطيبة هيك عم يطمعوا فيي، بلكي يعني هيك إذا خليتهم يغاروا بصير فيني ألزمهم. ليك تقبرني. إيه. لعلمك علومية. عادي عادي. وإذا قدرت تعلمتها تملكهم. شرفي؟ إيه. شو هي؟ ليك أنا أول ما تجوزت بيا بالأول صار عاملني بإهمال. إيه. قلت يا بنت ما إليك إلا تحرقصيه بواحد تاني. وحرقصتيه؟ كيف؟ خليته شك إني بحب واحد تاني، مثلت عليه. مثلت عليه؟ بس مش وقت اللي إجا على البيت ولقى السيجار مولع بصحن السيجارة؟ إيه وقتها أنا سحبتها من جارنا. يا على عيونك يا حق، ليه ما ولعتيه أنت؟ كيف بدي ولعها؟ بدك ينتزع صدري من الدخان؟ سكتي سكتي سكتي. مذكراته أبوي بعدها مكتوبة لحد هلا، إذا حتحرقصيني وحياتك أنا حأنشرها المذكرات. ولك مش الحق عليك، الحق علي أنا اللي بقول ما بدي أحكي معك وبرجع بحكي معك. خلص روحي روحي. شو مش معقولة أنت؟ خالتي خالتي عرفتي؟ خلص وحياتك أنا أخذت قرار حنفسه. قرار شو؟ قرار بيريحك وبريحني وبريح البيت كله، بس حنفسه الساعة 7. ليش الساعة 7؟ أنا بتفائل بالرقم 7 خالتي. أولا لأنه أنا سبيعي. ثانيا أنا خلقان بسبع الشهر، وكان الشهر السابع، ودائما بالصف بطلع السابع. تفائل بالرقم 7 خالتي. يعجبني. وشو قررت تعمل؟ قررت ريحكم كلكم. رح انتحر. ما قلت لك شبان؟ هلا امي وبس. هلا امي كمان. يعني لو صح الدليل لجدي وحياتك ما مات. هلا امي صغير وبس. هاي صغيره؟ لا لا صغيره صغيره. شبعت ماني شبعت. يلا حبيبي شو شبعت؟ راحت وحياتك شبعت. برهوم شو شبعت؟ شبعت. شلون الشبعان 40 لقمه؟ يا حبيبي. شو 140 يا حبيبي. وهي اللقمه؟ بيصيروا 141 يا عمي. يعني خلص 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 بالضبط. اسمع انت يعني ما بتحبني يا مش بعد. واذا هي اخر لعبه مني انا. طب يلا خلص كرمال نادو. يييي على على نادو. من ايد نادو بس خلص. لا حبيبي من ايدي. من ايدي بتعيش يا حبيبي. يلا هاي من ايدك. خلص خلص بعد هيدي حمول هيدي 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 لا انا اخر لقمة. لا قولي لي اخر لقمة من ايد الحب لانه هي اللي بتغذي. يلا كرمالي. يلا حبيبي يلا. شو هذا؟
بوت. يا دنيا انا حوز عصابه. قومي جيبي لي كوبايه ماي. قومي جيبي لي. انت خصصتي قومي جيبي له. شعرين بالصابه. غص الله يخليك كوبايه ماي. يلا 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 ماي. يلا اي حبيبي. بدك تغسلين ايه؟ لك ماي الحقوني صبح حساسك بس هيدي اللي بس 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 هي. هات هات يا عمري اشرب اشرب. ما بيشرب من ايدي. لا من ايدي انا. اشرب من ايدي. يلا يلا. هاتوا تركوا انتوا بعدوا نشرب صبر نشرب ما شرب من ايدي. طيب خليه يضرب. يا دودي انا راح الصبي يا عمي الحقوا الدكتور. قولي لي امرأة انا تربطت ايدي. مبسوط تقبلني بزوجتك؟ ايه مبسوط؟ الله يخنقهم الله يخنقهم كيف خنقوني يا خالتي واخرتهم راح يخنقوك ويجيبوا لك اغلك. اخ دخيلي يا خالتي قوم فز قوم. ايوه اخ دخيلي يا خالتي كيف خنقوني ابراهيم شو هيدا؟ بكتر ما طعموني نفخوني الله ينفخهم. هيدي نفخة ماي؟ نفخة شو؟ وهيك خوفيني خالتي يبي شوي 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 تفضل روح اسال الحكيم شو؟ اوليك بدي اوليك ما القصة واضحة يا دلك على الفضيحة يا بروم افندي الله خليك يا خالتي روح قولي لنادية ما تلفن للدكتور خلي تلفن للدهية. الله يحرمكم النوم انتم محرمين النوم الله يعيشكم بقلق مثل ما عايشيني بقلق. احسن طريقة بس احسن طريقة انتحر. طيب 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 حميتي حضرتك يا فندم شو جاي تعمل هون؟ والله جاي يودعك. تودعنا؟ نعم. شو مسافر من غير شغل؟ والله بكتوري بالبحر. مسافر بالبحر؟ وبدون باخرة. حلو. في حدا بسافر بالبحر وبدون باخرة؟ في حدا بروح بالبحر لينتحر وبروح بباخرة؟ يعني انت رايح تزت حالك بالبحر وتنتحر؟ ايه احسن بشوف وعيش على الارض وشوف اللي عم شوفه. طيب ما زي رايح تنتحر لشو جاي لعنده؟ والله جاي يودعك بس يعني حتى ما بكره اذا تعرفي من انتحر تقولي ليك هيدا طلع بلا ذوق انتحر ما ودعنا. ما خص انت انسان مزوق ما دخل. بعدين لقيت عندي وقت يعني لوقت ما بدي انتحر في بعد شوية وقت قلت بروح يا صبي ودع الاحباب الاصحاب. هي اول مرة بحياتي بشوف واحد رايح ينتحر وبيعين موعد لانتحاره. شوفي حميدي بصراحة انا يعني بدي تقولي ما فيني انتحر انا قبل غياب الشمس. حلو. ليه قبل غياب الشمس مش هلا مثلا؟ لا هلا هلا بتكون الشمس بقرص السماء وبعدين المي بتكون حامي شو بدك جلدي اقشر انا بعد الانتحار؟ ولو بهين علي تقشر لا. طيب ليه بدك تنتحر ابراهيم؟ مش مبسوط انا حميد مش مبسوط. دهانك والله. واحد ضحكان على الناس بالقوه ومجوز اثنين ومنه مبسوط. والله انا بالاسم مجوز اثنين لكن بالواقع انا انا انت شو ابراهيم؟ انا بتول. بتول؟ نعم بتول يعني بالمشبرحة. انا بالاسم مجوز لكن كل ليلة انا بنام بالصالون لوحدي وبعض مخبي. الله ما يقيمك ما انت السما بخرجك. الله خليك انا مجاي لعندك لحتى اسال مين السبب ومين كان السبب. انا جاي ودعك وبس. ايه شو انا؟ شو بدي اقول لك؟ عندك وقت تاخذ لك فنجان قهوة هيك تروق اعصابك قبل الانتحار ولا بتتاخر؟ لحظة ما عندي شوية وقت يصير ما بعد الانتحار. ايه باخذ قهوة ماشي. عن اذنك لاعمل لك قهوة. ليك بس على فكرة القهوة تكون من البنات الطازة مش البنات البايلين اللي عملتيهم على بكرة وترجع تغليهم مرة ثانية. بأمرك يا حضرة المرحوم. مرحوم؟ ايه مش هلا بعد غياب الشمس بده يصير اسمك المرحوم وياكلك السمك. روحي روحي